في هذا السياق عم نحكي عن إصلاح، لم يكن جوابك لجريدة السفير شافيا ردا على سؤال حول توزيع الأدوار المهمة في التيار لأصهرتك. يعني حكى أول شيء عن الدور السياسي الذي تمنحه لصهرك جبران باسيل، أنه عم برجع بقول شو انسألت بالسفير بجريدة السفير وما نسمع يعني، وجوابك ما كان كتير واضح، ما كان شافي بهالمعنى. قال له لماذا هذا الدور الأهم والأكبر لجبران باسيل داخل التيار وفي الحياة السياسية؟ هو أخذ دوره مش أنا أعطيته إياه. بين عن كفاءة ونجاح بدوره، صفة كان هو بالقطاع اللي حقق فيه هالموضوع، كان هو عم يشتغل فيه أساسا. نعم. في كتار مكلفين بغير قطاعات ما بينوا لأنهم ما وصلوا لإنجازات. نعم.